بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وزملائي المحامين، الحقيقة أنا أصدر هذه الرسالة الصوتية لأعبر لكم عن انزعاجي الشديد مما وصل إليه حال صفحات التواصل الاجتماعي. بعض المحامين لا تجد حرج من أنها تنشر أي خبر دون أن تتحقق منه ودون أن تدققه وتشيره على الصفحات المختلفة، إما بقصد الإساءة للنقابة للاتهام بالتقصير في حادثة كالتي أحدثكم عنها، أو لمجرد الشهرة أو لحيازة القدرة على مخاطبة الناس وكثرة الناس والتواصل معهم. الخبر اللي نزل منسوب إلى إحدى بناتنا في أو منسوب إلى محامية في المنيا في محكمة المنيا، حدث منها ما حدث كما نشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي. الحقيقة لفت نظري أنه هذا الخبر يعني انتهت شؤون قانونية بمذكرة قطعية، فإنه ما فيش لا في محامية من المنيا حدث مع هذا الحدث، ولا الواقع أصلا حدثت في المنيا، وإنما الواقع حدثت في محكمة بنها، وحدثت من طالبة جامعية تعاملت مع المحكمة بما يجب أن يتعامل به الدخلاء على مهنة المحاماة. لكن اللي لفت نظري حقيقة هو أنه محدش كذب الخبر، وفضل الخبر يتداول والتواصل الاجتماعي يحمله لكل الناس، لدرجة أحرجت نقابة المحامين أمام الجهات المعنية. فكان لابد أن احنا نصدر قرار بالتحقيق. التحقيق ده مش معناه أنك بتدين محامية من المنيا أو بتدين محامي من المنيا أو بتدين وقع حدثت في المنيا أو بتدين المنيا، إنما تعني أنك يجب أن تتحقق، وأنا بحكم المسؤوليات يجب أن نتحقق من حدوث الواقع. اثنين، انه هذا التحقق لا يسيء لاهل المنيا، لانه وارد جدا انه في اي محافظه يكون هناك تصرف خاطئ او مشين لاي من المحامين او المحاميات. ده ما يعنيش انه اهل هذه الدائره او هذه المحكمه يمكن ان يكونوا على شكله هذا الخطا او صاحب هذا الخطا. لكن ايضا اؤكد انه ايضا الموضوع مش جغرافي ومش اقليمي. المحاماه تسيء لنا من اي مكان، لو الحادثه دي في مطروح تسيء لي وتسيء لمحامين المنيا، لو حدثت في أسوان كذلك، ولو حدثت في الإسكندرية كذلك. وبالتالي المحاماة واحدة واحدة ما تنقسمش. أنا شخصيا لا أرى هذا الانقسام ولا أقبله، لأنه الغير على المحاماة لا تتجزأ ولا نختص بها جغرافيتنا أو أهلنا أو قبيلتنا أو نخبتنا، إنما تمتد إلى عموم المحامين. وأعتقد أنه الأمر أساء لنا كلنا، مجرد الخبر أساء لنا مرتين. مرة لما يتقال أن هناك محامية كانت ترتدي لبس غير لائق أو كانت تصرف تصرفات غير لائقة، ده يسيء لعموم المحامين. لما يبقى الخبر أيضا أن القاضي أمر بالقبض عليها ووضع الكلبش في إيديها، أيضا ده أمر يسيء للمحامين. مرتين إحنا تم الإساءة لنا بهذا النشر الخائب المخزي المهين اللي بيسيء لكل محامين مصر وليس محامين ألمانيا أو غير هذا الأمر. لكن اللي أنا عايز أؤكده أيضا أنه مش هنترك حد ينشر أخبار من دماغه أو يؤول أخبار أو يسرب أخبار ويثبتها بالتواتر عليها أو التأكيد بقصد انتهاك أداء نقابة المحامين أو بقصد البحث عن شهرة كاذبة أو بقصد الإساءة إلى تجمع عام من المحامين. فالأمر غير مقبول أن يحدث هذا الأمر، غير مقبول أن يتم تصدير هذه الأفعال أو هذه الصور المشوهة إلى الرأي العام. أنا مش متصور أبدا أنه في محامي حريص على نقابته حتى إذا ما وصلوا خبر مشين أنه يسارع بنشر هذا الخبر ويسارع بتأييده ويسارع بتأكيده دون أن يكون هناك شيء مؤكد. ويبقى أخيرا أني أؤكد ثقتي في كل أبنائي وبنات المحامين على التزامهم بحسن المظهر واللياقة، سواء كانوا محاميات أو محامين. لكن بشكل عام أقول أنه لازم ندقق في الشكل وندقق في المظهر وندقق في التعامل الشخصي للمحامي أو المحامية، لأنه في النهاية كل شيء محسوب. غلطة المحامي مليون غلطة، لكن غلطة أي حد في أي مكان آخر
غير المحامين عادة ما حدش بيلتفت إليها، علشان بقدر أهميتكم، بقدر قيمة المحاماة وقيمة المحاميات وقيمة المحاماة كرسالة سامية رفيعة المستوى وبقدر أدائها، بقدر ما نتحمل من ردود أفعال. أنا واثق أن أبنائي وزملائي هياخدوا عبرة وعظة من هذه الفعلة التي لم يرتكبها محامي ولا محامية، من أجل ألا يقع فيها أي محامي أو محامية في أي مكان في مصر مهما كانت الأسباب. تحياتي لكل المحامين وكل المحاميات ابتداء من المنيا وانتهاء إلى آخر محافظة يمكن أن تدور فيها الدائرة، باعتبار أن المحاماة وطن واحد والمحاميات في كل مكان هم شرفنا وهم اعتبرنا الذي نحرص عليه ونؤكد اعتزازنا به. شكراً.